كريم. ظلماتي أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في رحاب القرآن الكريم. نتواصل وإياكم من خلال قناة القرآن الكريم من الجزائر مع برنامج الماهر بالقرآن، هذا البرنامج الذي يعرض أحكام قراءة القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله الأئمة الكرام الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. لا يفوتني مشاهدينا الكرام في البداية أن أرحب بالضيوف الذين يحضرون معنا في هذه الحصة. معنا أسامة علاوي، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة شيخ. العفو، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا أيوب قليعي، أهلا وسهلا. مرحبا شيخ، شكرا جزيلا على الاستضافة. العفو، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا أيمن نعيمي. مرحبا بك شيخ وشكرا على الاستضافة. العفو، أهلا وسهلا بكم جميعا. نرحب بفريق العمل وبكم أيضا مشاهدين الكرام، ونتوكل على الله تبارك وتعالى ونعرض ما تيسر من علم التجويد. اليوم بحول الله عز وجل سنتحدث عن ياء الإضافة. هناك ياءات الإضافة ويوجد أيضا الياءات الزوائد. نبدأ اليوم في هذه الحصة مع ياءات الإضافة. عرفها علماء التجويد بأنها هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، تكون في الأسماء في نحو كتابي، وتكون في الحروف في نحو لي إني، حروف المعاني أقصد، وتكون في الأفعال في نحو حشرتني. فهي الياء الزائدة الدالة على المتكلم. في هذا التعريف محترزان اثنان، محترز الأول وهو قولنا الياء الزائدة، بهذا تخرج الياء الأصلية في نحو يهدي مثلا أو تجري إلى غير ذلك. والمحترز الثاني قولنا الدالة على المتكلم، يخرج بهذا ما دل على الجمع في نحو والمقيم الصلاة، في نحو حاضري المسجد. ويخرج بها أيضا بهذه العبارة اللي هي الدالة على المتكلم، يخرج بها أيضا الياء التي تدل على المخاطب المؤنث، مخاطب المؤنث، في نحو قول الله عز وجل: فكلي واشربي مثلا، فهذه الياء تدل على المخاطب المؤنث وليست بياء زائدة. الياء الزائدة هي التي تدل على المتكلم. الآن في القرآن الكريم نلاحظ أن هذه الياء الزائدة تتصل أحيانا بالأفعال، وأحيانا تتصل بالحروف، بحروف المعاني أقصد، وأحيانا تتصل بالأسماء. لما تتصل بالأسماء يكون محلها من الإعراب مضاف إليه، يعني تأتي في محل جر مضاف إليه، نفسي مثلا،
أو ذكري إصري إلى غير ذلك من كتابي مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة، فتكون هنا في محل جر مضاف إليه. وتأتي أيضا مع الأفعال أو تتصل بالأفعال في نحو حشرتني فذرني لا يحزنني، هنا تكون في محل نصب المفعول به. والحالة الثالثة عندما تتصل بحروف المعاني بحسب عمل ذلك الحرف، إذا كان ذلك الحرف حرفا من حروف الجر كانت في محل جر، كانت في محل اسم مجرور، مجرور في نحو لي مثلا أو بي. وإذا كان ذلك الحرف الذي اتصلت به من حروف المعاني يعمل عمل الناصب، يعني يكون من الأدوات النصب أو حروف النصب، هذا الياء تكون في محل نصب، مثال إني مثلا إلى غير ذلك. الفائدة من دراستي آت الإضافة لماذا ندرسها ونتعلم قواعدها؟ ندرسها لأجل أن نعرف هل هذا الراوي الذي نقرأ له أو هذا القارئ الذي نقرأ له يقرأها بالفتح أم يقرأها بالإسكان. إذا قرأها بالفتح خلاص واضح أنها تقرأ بالفتح، أما إذا قرأت بالإسكان فأيضا نتبع مذهبه في المد المنفصل، هل يقرأ بالقصر أم يقرأ بالتوسط أم يقرأ بالطول، يعني بمقدار 6 حركات. هذه هي الفائدة من معرفة أو من دراسة ياءات الإضافة. ياء الإضافة في القرآن الكريم لها قواعد، يعني في علماء التجويد جعلوا لها قواعد، ولكن بعض العلماء لكثرة ما ورد فيها من الاستثناءات في هذه القواعد الكلية قال هي أشبه ما تكون بفرش الحروف. ياءات الإضافة والياءات الزوائد تكون في القرآن الكريم أو تدرس في علم التجويد في باب الأصول، لكن لكثرة ما ورد فيها من الاستثناءات والخروج عن القاعدة الكلية قيل هي أشبه ما تكون بفرش الحروف. لو تتبعنا ياءات الإضافة في القرآن الكريم نجد أنها إما أن تقع على 3 أحوال، إما أن تقع قبل همزة قطعين، وإما أن تقع قبل همزة وصلين، وإما أن تقع قبل باقي الحروف. وفي كل حالة من هذه الأحوال الثلاث نجد أن الياء الإضافة لا حكم أو قاعدة واستثناء من القاعدة في بعض المواضع في القرآن الكريم، وأحيانا تكثر هذه المواضع. نبدأ أولا مع الحالة الأولى لياءات الإضافة قبل أن عندما تقع قبل همزة القطع. ورش رحمه الله تبارك وتعالى يقرأها بالفتح، سواء كانت هذه همزة القطع مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة. مثال ذلك قال رب اجعل لي آية، أو في قوله عز وجل إني أمرت مع الهمزة المضمومة، أو ما أنا بباسط يدي لأقتلك، يدي إليك، يعني الياء مفتوحة وبعدها همزة قطع مكسورة. فورش رحمه الله يقرأها بالفتح في جميع القرآن إلا في بعض المواضع التي استثنى منها الياء هذه، استثنى قراءتها بالفتح وقرأها بالإسكان مع المد الطويل، لأن مذهب ورش رحمه الله في المنفصل هو الطول، يعني 6 حركات. في مواضع قرأت بالإسكان مع وجود همزة قطع بعدها مفتوحة، وفي مواضع تكون همزة القطع مضمومة، وفي مواضع موضعان فقط تكون همزة القطع مكسورة. نعم عفوا، في المضموم فيها موضعان فقط. هي مجموع ما ورد في القرآن الكريم من ياءات الإضافة بالإسكان على مذهب ورش رحمه الله 18 موضعا، 7 مواضع مع همزة القطع لما تكون مفتوحة، و9 مواضع مع همزة القطع لما تكون مكسورة، وموضعان مع همزة القطع المضمومة. نذكر بعض أمثلة منها، لا نذكرها في جميعها، يعني في 18. مثلا في قول عز وجل في سورة البقرة يقول الله تعالى
فاذكروني أذكركم، يعني تقرأ بالمد الطويل بمد المنفصل بمقدار 6 حركات. أسامة اقرأ لنا فاذكروني أذكركم على مذهب ورش رحمه الله. فاذكروني أذكركم. بارك الله فيك. أيوب في موضع آخر اقرأه لنا مثلا في قول عز وجل فاتبعني أهدك صراطا سويا. فاتبعني أهدك صراطا سويا. بارك الله فيك. أيمن في موضع آخر أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك. فهذه المواضع الثلاث مما قرأت فيه ياء الإضافة بالإسكان مع المد الطويل لأنه جاء بعدها همز قطع مضموم، هذا مذهب ورش رحمه الله تبارك وتعالى. لما يكون مثلا همز القطع مكسور في قوله عز وجل فأنظرني إلى يوم يبعثون، مثال آخر وتدعونني إلى النار إلى غير ذلك من الأمثلة. بالنسبة إلى همز القطع المضموم ورد المثال في موضعين، في قوله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وفي قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. هذا بالنسبة إلى ورود ياء الإضافة قبل همزة القطع. الحالة الثانية عندما ترد ياء الإضافة قبل همزة الوصل، وطبعا تكون على قسمين، همزة الوصل المتعلقة بالتعريف وهمزة الوصل المتعلقة بأفعال الأمر. فورش رحمه الله تبارك وتعالى يقرأها بالفتح في نحو ربي الذي يحيي ويميت أو مسني الضر. وفي بعض المواضع لما تكون همزة الوصل في أفعال الأمر يخرج ورش عن القاعدة، يعني عوض أن يقرأها بالفتح كما ورد في باقي المواضع في القرآن الكريم يقرأها بالإسكان. في قوله عز وجل إني اصطفيتك، لا يقول إني اصطفيتك كما يقرأ في قوله عز وجل ربي الذي يحيي ويميت أو مسني الضر، إنما يقرأها بالإسكان. كان 3 مواضع في القرآن الكريم، قوله عز وجل في سورة الأعراف إني اصطفيتك، وقوله تبارك وتعالى في سورة طه أخي أشدد، أخي اشدد هارون أخي، أخي اشدد به أزري، وفي سورة الفرقان يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه المواضع الثلاثة التي قرأ فيها ورش رحمه الله تبارك وتعالى ياء الإضافة بالإسكان قبل همزة الوصل المتعلقة بأفعال الأمر. الحالة الثالثة وهي ياء الإضافة لما تأتي قبل باقي الحروف ما عدا همزتي القطع والوصل، هذه أيضا حكمها الإسكان كما ورد في قوله عز وجل مثلا وأن هذا صراطي مستقيما، أو في قوله عز وجل إنك لن تستطيع معي صبرا، أو إن معي ربي سيهدين. هذه كلها قرأت بالإسكان يعني مع باقي الحروف، إلا في بعض المواضع وعددها 11 موضعا استثناء من القاعدة قرأت بالفتح. مثال ذلك بيتي للطائفين وطهر بيتي، أن طهرا بيتي للطائفين، أو في قول عز وجل وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كما ورد في سورة البقرة، إني وجهت وجهي للذي فطر، أو وجهي لله أيضا كما في سورة آل عمران، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولي فيها مآرب أخرى، يقرأها بالفتح ورش أيضا، ولي فيها مآرب أخرى، إلى غير ذلك من المواضع التي وردت في القرآن الكريم وعددها 11 موضعا قرأ فيها ورش رحمه الله تبارك وتعالى ياء الإضافة بالفتح لما تأتي بعدها باقي الحروف ما عدا همزتي القطع والوصل. طبعا هذا كما لاحظنا كل قاعدة أو كل حالة من الأحوال فيها قاعدة كلية وفيها استثناءات في مواضع مخصوصة في القرآن الكريم، ولذلك كما ذكرت في البداية قيل إنها أشبه ما تكون بفرش الحروف. طبعا هذه الياء
حكمها بالفتح أو بالإسكان في حالة الوصل، أما إذا وقفنا عليها فالوقف عليها يكون بالإسكان. مثلا ومماتي، لما نقف عليها نقول ومماتي، هكذا إلى غير ذلك من المواضع التي وردت في القرآن الكريم. أما إذا وقعت بعد الحرف الساكن، سواء كان هذا الحرف ساكنا مظهرا أم مدغما، فإن ورشا رحمه الله تبارك وتعالى يقرأ بالفتح في نحو بمصرخية، يدي، لدي، إلى غير ذلك، مثوايا، عصايا. احنا ذكرنا قبل قليل أنه يقف عليها بالسكون في نحو ومماتي، لكن إذا كان الحرف الذي قبلها حرف مد في نحو هداي، مثواي، محياي، فهذه تصبح من قبيل المد المنفصل ويوقف عليها بالسكون الحي، مثواي بهذا الشكل، هداي، يعني بياء ساكنة سكونا حيا. ورش رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة في القرآن الكريم وهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يقرأها بالسكون ويقرأها بالفتح بالسكون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقرأ بالفتح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا في كل وجه من هذين الوجهين عندنا الفتح والتقليل في ذات الياء في هذه الكلمة. يقول ابن بري رحمه الله ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى، يعني يصح فيها الإسكان ويصح فيها الفتح. عندنا أيضا ملاحظة أخرى في فتح الياءات في كل الحالات، كما ذكرت قبل قليل لا يكون إلا عند الوصل، أما إذا وقفنا عليها فإننا نقف بالإسكان ويفرق بين ما يوقف عليه بالسكون الحي وبين ما يوقف عليه بالسكون الميت بحسب الحرف الذي يسبق هذه الياء. بهذا إن شاء الله نكون قد خلصنا من الحديث عن ياءات الإضافة. بحول الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الياءات الزوائد في الحصة المقبلة إن كتب الله لنا البقاء واللقاء إن شاء الله. فقط في قضية عنوان هذين المبحثين يقال في ياءات الإضافة ياءات الإضافة بهذا الشكل، يكون مصطلح ياءات نكرة غير معرف بالألف واللام، والمصطلح الذي بعده معرف بالألف واللام، يعني صير الياءات معرف بالإضافة، نقول ياءات الإضافة بهذا الشكل، مضاف مضاف إليه. أما بالنسبة إلى الياءات الزوائد فكلاهما معرف بالألف واللام، الياءات الزوائد، حتى لا نخطئ في لا نقول ياءات الإضافة وياءات الزوائد، غلط، ياءات الإضافة والياءات الزوائد. إن شاء الله في الحصة المقبلة لما نخلص من الحديث عن الياءات الزوائد سنعرض نقاط نبين فيها الفرق بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحصة وهو جزء التلاوة. اليوم بحول الله تبارك وتعالى سنقرأ سورة الذاريات إن شاء الله بعد هذا الفاصل بحول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نعود والعود أسعد وأحمد بحول الله تبارك وتعالى إلى جو تلاوة القرآن الكريم اليوم بإذن الله عز وجل مع سورة الذاريات. نبدأ من أول آية منها مع أسامة علاوي على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار فيها التقليل وجها واحدا وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شكرا جزيلا الآن مع أيوب قلعي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله يفتح عليك الآن مع أيمن العيمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة بارك الله فيكم جميعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه التلاوات الطيبات المباركات في ميزان الحسنات في ميزان حسنات السامعين والمشاهدين والحاضرين إن شاء الله عز وجل الآن مشاهدين الكرام ننتقل إليكم لنستقبل اتصالاتكم ونستمع إلى تلاواتكم بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ننتقل إليكم مشاهدنا الكرام لنسعد باستقبال اتصالاتكم ونستمع إلى تلواتكم إن شاء الله من أجل التصحيح والتوجيه والاستفادة بحول الله عز وجل قبل ذلك أحببت أن أنبه على لفظين اثنين وردا في هذه الصفحة التي قرأت من قبل الطلبة المباركين جزاهم الله خيرا أولا قول عز وجل وبالأسحار هذه لا علاقة لها بمد البدل يعني ما فيش تحريرات مع مد البدل إنما تقرأ بالتقليل وجها واحدا بالإمالة الصغرى وجها واحدا وفيها وفي نحوها قال ابن بر رحمه الله والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجاري لكن فيه خلف جاري كلمة أخرى هي لفظ وقرا وقرا هذا مما ورد على وزن فعلا فاؤه مكسورة وعينه ساكنة ولامه راء منونة في نحو ذكرى وسترى هذه في الوجهان هذا اللفظ وقرى الساكن الذي جاء أو حال بين الكسر والراء المنصوبة جاء حرفا من حروف الاستعلاء وبالتالي فيه التفخيم وجها واحدا ولا يقرأ بالوجهين كما نقرأ سترا وذكرا وحجرا وغيرها من الألفاظ يعني يشترط في هذا الساكن أن يكون مظهرا وأن يكون من حروف الاستفال لا يكون مفخما الآن ننتقل إلى أول اتصال من معنا معنا صفاء تفضلي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة وفيك البركة يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا
فالحاملات وقرا. انتبهي معي أختي الكريمة، الآن تحدثت عنها، عن كلمة وقرا، تقرأ بالتفخيم لأن الساكن الحائل بين الكسر والراء المنصوبة المنونة هو ساكن مفخم، يعني من حروف الاستعلاء حرف القاف، فنقول وقرا، التفخيم وجها واحدا فقط فيها. نعم. فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يوفك عنه من نفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق، حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حسبك، بارك الله فيك أختي صفاء، نشكرك على التلاوة الطيبة. أذكر لك بعض الملاحظات التي دخلت على قراءتك. أولا في قوله عز وجل لصادق بالصاد وليس بالسين، أنا أقول لصادق، لازم نفخم الصاد حتى لا تصبح سينا، لصادق وليس لصادق. ملاحظة ثانية في قوله عز وجل قتل الخراصون، الراء مشددة، انتبهي، لا نقول الخراصون، يعني فيها تكرير في الراء، تقرأ مشددة لكن غير مكررة. كلمة النار هذه فيها التقليل وجها واحدا عند ورش، لأن الراء جاءت مجرورة، يعني الإمالة الصغرى فيها. كنتم به تستعجلون، بين الميم والباء إخفاء، نأتي بالغناء، لا نقول كنتم به تستعجلون، كأنك أظهرتها، كنتم به تستعجلون بهذا الشكل. كلمة المت المتقين، نقول المتقين، 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 التاء مرققة، والقاف في أدنى درجات التفخيم، لا تتكلفي تفخيمها فتقولي المتقين قي، لا، المتقين بهذا الشكل، اجعليها في أدنى مراتب التفخيم، تظهر كأنها رقيقة. حتى يقول المتولي رحمه الله، الشيخ المتولي يقول فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، فهي وإن تكون في أدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة،
يعني تبقى في أدنى مراتب التفخيم ونصفها بأنها مفخمة، لكن لا نتكلف تفخيمها إلى مرتبة أعلى منها، ولا يستقيم ذلك. عندنا كلمة تبصرون، الراء مرققة، تبصرون، ولا نقول تبصرون بتفخيم الراء. جزاك الله خيرا، الباقي ما شاء الله. معنا الآن فائزة من فرنسا، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. بك أهلا. على بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. حسبك، كافي، بارك الله فيك أختي الكريمة، نشكرك على التلاوة الطيبة، إن شاء الله بعد قليل ستستمعين إلى الملاحظات، شكرا لك. معنا الآن أختنا صابرينا من ولاية البرج، أهلا وسهلا، برج بوليريج، تفضل يا أختي الكريمة. طيب معلش، في انتظار المكالمة الأخرى نذكر الملاحظات المتعلقة بتلاوة أختنا فائزة من فرنسا. أول شيء في باب التفخيم والترقيق، عندك ثلاث كلمات فخمت فيها حروفا حقها الترقيق. كلمة العظيم، العين قرأتها بالتفخيم وحقها أن تكون مرققة، لا نقول العظيم، العظيم، عن النبأ العظيم. كلمة ثانية، كلمة الفصل، اللام مرققة وليست مغلظة، لا نقول الفصل. وكلمة الكلمة الثالثة الصوري، الراء مرققة وليست مفخمة. كلمة أخرى في قوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، اللام مظهرة عند النون، هي تكررت هذه الكلمة وجعلنا وأنزلنا مثلا. قرأت الباقي صحيح. في هذه الآية وجعلنا الليل أدغمت اللام في النون، لا تقولي وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا بهذا الشكل. والباقي ما شاء الله تلاوة متقنة، جزاك الله خيرا. معنا الآن شكون؟ طيب إذا كان
شهاب الدين من عين دفلة، ان شاء الله يكون اخر اتصال. انقطع الخط اعتقد، معلش، خير ان شاء الله. طيب اذا في اتصال اخر ناخذه والا نشرح في الجزء الاخير من هذه الحصه، نقرا الصفحه الثانيه من سوره الذاريات. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام، نبدا مع اسامه على بركه الله. معلش قبل ذلك ناخذ اتصال اختنا عائشه من بسكره ثم نشرح في التلاوه ان شاء الله. تفضلي اختي الكريمه، مرحبا بك. عائشه من ولايه بسكره، اهلا وسهلا بك اختي الكريمه، تفضلي. ولك الفضل يا شيخ، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بسم الله على بركه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. أعيدي أختي عائشة، يوم هم على النار بالتقليل يعني بالإمالة الصغرى، أعيديها وقرأيها بالإمالة الصغرى. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. حسبك كافي، بارك الله فيك أختي عائشة، نشكرك على هذه التلاوة الطيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك. الملاحظات ما ذكرت لك من في كلمة النار بالتقليل، والباقي ما شاء الله جزاك الله خيرا. الآن مشاهدين الكرام ننتقل إلى الجزء الأخير من هذه الحصة مع تلاوة الصفحة الثانية من سورة الذاريات. يلا بسم الله أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أعدها دون أن تقف على إلا. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. حسبك، بارك الله فيك أسامة، جزاك الله خيرا. تفضل أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. حسبك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واصل أيمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أعدها أيمن. ما تذر، يعني الراء مفخمة، أنا أقول ما تذر، ما تذر، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. حسبك، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحصة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.